يونس، ماجد يونس في اليسار، محاولة محمد ناطور، جول مع جمال، مع جمال يفتتح التسجيل لمصلحة مركز طول كرم، وهدف أول برأسية بعد عرضية ممتازة جدا. 1-0 1-0 للمركز برأسية الأسمراني. هنا العرضية الممتازة، محمد ناطور ومع جمال يسكنها بالرأس مواتية أمام حائط الصد. محمد ناطور، جول 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 ثاني للمركز، ركلة ثابتة جميلة عن طريق اللاعب محمد ناطور، يضيف ثاني أهداف مركز طول كرم من ركلة ثابتة قوية في شباك الحارس. هاني نجاجرة، كرة لا تصد، كرة لا تصد، ملعوبة عن طريق اللاعب محمد ناطور. نجاجرة هنا الإعادة، تصويبة ممتازة في حلق المرمى. محاولة داخل منطقة الجزاء ودفعوا بينالتي الثالث. هنا الإعادة والسقوط مصطفى برح، الحارس هاني، ماجد يونس، والهدف، هدف ثالث، هدف ثالث لمصلحة فريق المركز عن طريق اللاعب ماجد يونس. إذن 3-0، ماجد يونس يضيف الهدف الثالث لمصلحة فريق مركز طول كرم. هنا الإعادة في بنالتي تقريبا بانينكا، أمير أو محمد صبحي، مقطوعة لمصلحة مع جمال وفادي سليم ومحمد ومع جمال، جول 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 جول. 4-0 4-0 لمركز طول كرم بكل أريحية، بكل أريحية. السمران يتسامرون في هذه المباراة السهلة أمام فريق وادي فوكين. كرة عرضية، محمد ناطور ومع جمال يضيف. 4-0، هدفين في الشوط الأول، هدفين في الشوط الثاني، والآن كرة بينية من فادي سليم وفرصة خطيرة الشيخ علي، أوه الهدف الخامس. نديم الشيخ علي يساهم في صناعة هدف خامس في المباراة، وهدف ثاني عند اللاعب محمد ناطور. محمد ناطور جميلة من اللاعب فادي سليم، متابعة نديم الشيخ علي بدون أنانية.